اهلا بكم مشاهدي قناه البلد الفضائيه في كل مكان. قناه البلد لاول مره تدخل الى ام درمان القديمه. هذه هي المنطقه العريقه التي شهدت يعني صراع عسكري قوي جدا، حتى يعني انتهى بانتصار الجيش وعاد جزء كبير من الامن الى هذه المدينه، مما يعني اعاد الروح المعنويه وايضا المواطنين الى هذه المدينه. كل واحد بقى يتساءل ويبحث عن طريق الرجوع. مجموعة من الناس طبعا رجعت، لكن ما بالقدر الكبير لحد الآن، لأنه في مجموعة من المعيقات إذا كان الخدمات أو خلافه. لكن ما يخص النواحي الأمنية طبعا لقينا أنه المكان أمان والجيش مسيطر على هذه المنطقة بشكل كامل، وحتى حركة المواطنين برغم قلتها لكن فيها نوع من الأمان. يعني نحن الآن أمام واحد من المنازل القديمة في حد نفسها في هذه المنطقة، أم درمان القديمة أو جنوب هذه المنطقة، حي العمدة جنوب. ومن الناس اللي كانوا قاعدين يعني لفترات طويلة جدا غادر هذه المنطقة لإصابة، وأول ما سمع بعودة الأمان لهذه المنطقة هو أول من كان يعني خطط لهذه الرجعة، والآن عاد إلى هذه المكان وعاد إلى منزله. هندخل عليه ونسلم عليه ونشوف يعني يحكي لنا حتى تفاصيل هذه الرجعة، متين سمع بعودة هذه المنطقة وعودة الأمان إليها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عمر كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على السلامة. الحمد لله كل عام وأنتم بخير يا أخي. أنت بخير ونادك محقق إن شاء الله. اللهم آمين. كيف أخباركم؟ إن شاء الله كويسين. منو معنا؟ معاكم طارق محجوب أحمد محمد علي. مرحبا بك حبابك. أرحب بكم وبداركم والحمد لله رب العالمين. أول نقول لك الحمد لله على السلامة يعني. الله يسلمك وإن شاء الله سلامة لكل السودانيين، وإن شاء الله منتصرين بإذن الله والجيش منتصر دائما وأبدا. طيب يعني انا حابب احكي لنا اولا عن يعني انت قعدت هنا فتره طويله اثناء الاشتباكات، انت كنت موجود طبعا. انا كنت موجود حوالي 7 شهور، بعد ذلك ضربت في مشيت الحي بهناك، ضربت في رجلي رصاصه طاشت دقت ورجعت خشت بيجاي وما لقت بيجاي، لكن الحمد لله مع انه عندي سكري ربنا شفاني في خلال شهر واحد. ومشيت الثوره التاسعه من خالتي، قعدت معاهم الفترة ديك. وثاني بعد ذاك الناس اللي كانوا معاي برضو كانوا موجودين، انا في الفترة اللي كنت بتعالج فيها كانوا موجودين مساعدين في درمان. بعد ذاك انا رجعت بعد ما تعالجت، عندنا كان موجود عمتي كان عيان شوية موجود، كان هنا ساقوم كان قاعد في الزاوية بجاي ودوه برضو المستشفى. بس بعد ذاك انا بعد ما شفيته وكنت سكت وديته مدني عشان لأخته هناك عشان تقدر تراعيه. وبعد ذاك مشيت المنطقة اسمها العقدة، أولادي كانوا هناك مشيت قعدت معهم فترة بسيطة. وبعد ذاك مشيت منطقة اسمها الدوازين أشوف لي قلت شغل كده ده عشان قاعد وصلت لغاية منطقة اسمها الدبوك، لكن الحمد لله جيت راجع تاني لأولادي. طيب قبل الرجعة دي، قبل الرجعة أنا أعرف منك أنت قعدت هنا 7 شهور في عز الضرب. ال7 شهور دي قضيتها كيف أنت؟ وهل كان الأسرة معاك ولا براك؟ لا براي، ما معي أسرة، لكن عندي كان ولد عمي كان موجود اسمه صديق، وعندنا جار هناك اسمه عماد وفتحي حسن، وفي عندنا سعادة العميد عوض غرباوي، وفي الكوارتة علي عثمان الكوارتي كان موجود، وفيصل الروبي وفاروق حسين، وفي عندنا قبط بيجاي اسمه اياد قاعد موجود. ديل المجموعه اللي كانت موجوده في حينا ده حي العمده جنوب، يعني في احيان ثانيه بهناك، لكن برضه لكن نحن انا بعرف الناس طبعا موجودين حوالي حي العمده جنوب. ما شاء الله في ناس عادل عارض الرقابيه كان برضه موجود، الناس دي كلها كان موجود، لكن الاخر النهايه كنا متلمة في منطقه واحده بنتعشى في بيت ناس علي عثمان الكوارتي هناك، وما قصر معانا. لكن جات الطامة الكبرى طردوا الناس كلها. طرد الناس منه؟ الدعامة جاء قالوا ما دايرين أي مواطن، قالوا أنتوا جواسيس، أنتوا استخبارات الجيش. عشان كده ما خلوا زول، أي زول بيجي بيقول يعني يعذبوا، يدقوا الباب ويعذبوا زول. التعذيب هل يعني التعذيب شكله كيف كان يعني؟ عشان والله التعذيب بده كفتوك أول حاجة بيهنوك وكفتوك، وعندهم كان في بيت بيجاي كان عندهم قيادة في عمارة بيجاي كانوا مش بيحبسوا الناس. يعني عندنا برضه واحد اسمه عباس فرحات برضه دقوا، يعني بيدقون دقوا وبيهينون اهانه بالسيطان، وشارع صغير يعني عمره 13 14 سنه اللي راجل عمره 60 70 سنه، يعني كانت مهازل. لكن الحمد لله يعني جينا راجعين. وانا كنت بعد ما كنت في الجزيره مشيت طبعا اولادي في التكينه، الابطال الثابتين اهل التكينه الرجال
اضطرد الطعام الحمد لله عبد 25 او 25 من التكال الاستشهاد مقابل 400 من الضعاف. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله. انا اول ما سويت التكال جيت عشان عيت الى ذا وسمعت قالوا درمان رجعت الحمد لله جيت رجعت وسوى درمان المويه فيه بس باقي لنا الكهرباء وحنقعد عندنا عميلة باذن الله. كلنا كل واحد جالسين عند رمان حيعمروا من رمان حنعمرها بس وعدنا حنعمرها حنعمرها حتى لو حنعمروا من رمان ارجعوا لهم من رمان ارجعوا يعني من رمان ارجعوا يعني من رمان ان شاء الله من رمان رمان بترجع بالعزيمه اللي جواكم دي يا عم ربنا يديك الصحه والعافيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. خطوات بعد ما جيت لقيت بيتي تنهب والحمام بياي ضربته دانا لكن الحمد لله الحمد لله بنعمر بنعمر بإذن الله بنعمر وبنعمر وبنعمر بس وعدنا ما أقول نزل الحمد لله سودان غيرات كثيرة وانوا طيبين إن شاء الله رب الولد بنقلوب ويجمعهم الوحيد كلمتهم كلمة الدين ونصرهم على كل وقته الأسيم واللي بنقلوب المسلمين جميعا يا رب ويحد المسلمين هل يا رب وحدهم يا الله وحدهم 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 يا وحدهم يا على عثمان يا على عثمان وحد المسلمين عزيمتك في راسك انت يا على عثمان والله في راسك انت والله في راسك انت. لكن الحمد لله المسلمين متوحدين وواقفين الحمد لله. يا برهان يا برهان يا برهان لما الجيش لما الجيش يا برهان لما الجيش يا برهان لما يا صراعطة بذمتك الدور جايك الدور جايك والقياد حقتك بإذن الله. الله أكبر الله أكبر الله منتصرين بإذن الله بإذن الله. طيب أنا يعني هسي برضو الحزن كبير يا عمنا الحزن ده جواك وجوا الشعب السوداني كله يعني لكن برضو يعني الآن في مساحة بتاعت أمل وتفاؤل. أنت كنت برا المنطقة وبرا بيتك الآن رجعت إلى بيتك أنت نحجيناك وأنت راقد مرتاح ومبسوط يعني دي برضو فيها مساحات كويسة إيجابية. انت قلت الخدمات في جزء فيه وجزء منها ما في الان شنو محتاج له في مدرمان القديمه بشكل عام؟ محتاجين اول حاجه المويه الحمد لله جات وما جات كلها لان معظم اهل البيوت مقفلوا برا الخرطوم وفي برا السودان في مواسير مفتحه تجينا يعني والحمد لله مش صغيره لكن بس مشكلتنا الكهرباء. الكهرباء دايره شغل كثير جدا ودايره الخدمات الثانيه مشكلتها دايره الناس كثير الخدمات دي ما سنة قدامك يعني هو قاعد في الدكان بالبرنجات واسه بفكر اقول تعمل لي طبليه اجيب لي فيها حاجات عشان احبب الناس انه في تجي تكون في خدمات. لكن الحمد لله ما عندي حاجه لكن الله قاعد الساعه دار اعمل لي طبليه والله هنا ده 24 ساعه اكون قاعد احنا ولا زباين الله يبشر ورحب لكن والله ما عندي راس مال ان شاء الله ما عندي راس مال لكن والله الليله دي من الليل خلي بكره الليله دي تلقاني قاعد فيها وهنا ده لو جاتني كهرباء 24 ساعه قاعد فيه كل الناس بيجبروا في السوق وفي بيت المال في الملازمين في الدبان المحتاج ما لقى دكان ما لقى لا خدمه لا حق مواد غذائيه ولا اي خدمات جا عندي. طيب يعني هسي انت قلت رجعت ام درمان بعد ما طلعت منها وكان في مجموعه من المشاكل واجهتك والان رجعت يعني في الحله انت لما مشيت اكيد كان في ناس قاعدين نعم. الان الحله وضعها كيف يعني في ناس رجعوا في ناس بيسالوكم انه هل نرجع ما نرجع الناس برضو متردده يعني والله الحمد لله في اخونا احمد قاعد وقلت اياد الناس اللي قاعدين ساكتين من الناس الاحياء لكن في مجموعه كبيره جدا جدا من المرمان بيجوا كل يوم بيجوا وغير يعني بيجوا صباح ويرجعوا الساعه 4 لكن ما قاعدين ديل هم المحتاجين زي ديل. لو واحد يجي يقول لك والله انا جاي بيت جاي بيت لو لقيت لي نفرين ثلاثه من جاي بيت لكن مشكلته بتكلم لكن ما داري بيجي لكن ما داري يقعد يقول لك كهرباء منتجي واحد يقول لك مويه منتجي هسه الحمد لله المويه جات هسه بس باقي لنا الكهرباء وان شاء الله دي. ان شاء الله دي. لكن في احياء كثيره مثلا الدرو السيد المكي في اسر كثيره رجعت في اسر رجعت نحن شاكرين لك جدا على انه استضفتنا في بيتك بكرمك وبطيبتك وديتنا مويه بارده في الاول وان شاء الله ربنا يعني يحسن الاوضاع افضل ونجيك المره الجايه نتغدى معك
والأسرة تكون قاعدة والحلة تكون كلها قاعدة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا لكم على هذه الخدمات، وإن شاء الله يعني توصلوا الرسالة لكل أهل السودان إنه السودان بخير وأهل درمان بخير، وأهل درمان لو نطفت السودان بخير، السودان كله بنضب بس من درمان تنضب، لأن من درمان ناسا عارفين لهم كويس، ناس من درمان زيهم في السودان كله ما في، كل السودان زي من درمان ما في، من درمان نطفت السودان نضيف الحمد لله رب العالمين. جميل. قلت كمان في ضربة جات في البيت، المكان بتاعه وين؟ المكان برا جيت جاي هنا في شارع ضرب الصيف دانا ضرب الصيف الحمام بتاعي برا الشارع اللي جاي. الحمام ده بمنفعين، المنفع فيه مقعد، المقعد ده كله كسرته دي الضربة بتاعت ال دي الدانة هذيك دي الدانة ضربت الحمام ببابين، الباب اللي جاي ده ضربته وهي الدانة دي الدانة كسرت لي المقعد وكسرت لي الحياة الجوة كلها. الحمام ده يتلجن، لكن عندي روح المنفعة الثاني الحمد لله هو شغال. الرجمة دي لما انضربت انت كنت موجود في البيت؟ لا انا ما كنت موجود، كنت برا. انا كنت الوقت ده كنت مضروب بالرصاص كنت في السجن. شكرا لك جدا وربنا يديك الصحة والعافية يا عم. شكرا لكم وارحب بكم. شكرا لك. ان شاء الله يعني ربنا يقدركم على كل خير ان شاء الله باذن الله. والحمد لله بارك الله فيكم. شكرا كثيرا لكم. شكرا شكرا لكم يا شكرا. احنا متواصلين طبعا لسه من داخل يعني ام درمان القديمه، ومجموعه من المشاهد لاحظناها في منازل كثيره تضررت لاسباب كثيره، اذا كان راجمات او دانات او حتى تعرضت لسرقات يعني بشكل كبير جدا، بعض المنازل منهوبه بشكل كامل. يعني والناس برغم قلتها بتعمل في عوده يعني بقية الأفراد زي عمل مثلا خلافه لإعادة مثلا إعمار على شكل خاص المنازل أولا، والناس كلها برضو مترددة على 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 شكلين، يعني ما بين الخدمة غير متوفرة مثلا زي الكهرباء، وما بين مثال زي عمل هو يعني داير يقعد حتى لو ما في كهرباء، لأنه مثال لأنه هو يعني يكون رسالة للآخرين حتى أنه يعودوا مجددا. لكن طبعا بشكل خاص كل إنسان هو اللي بيحدد يرجع او ما يرجع، لانه بيرجع لحسابات كثيره جدا. الحرب عندها مجموعه من المشاكل، اذا كان خدمات البنيه التحتيه وخلافه. ربنا يصلح الحال ان شاء الله. نواصل معكم في جوله من داخل منطقه ام درمان القديمه.